احنا اول حاجه بنعاني اكثر حاجه بالنسبه للبوسطه، احنا هنا عندنا الستات يعني الصلاة على النبي يعني الستات كثيره بتنقل من هنا لغايه يعني على بعد حوالي 5 6 كيلو، حرام يعني في المثل حرام ان تمشي الناس دي النسوان دي تمشي 5 6 كيلو عشان تروح البوسطه. احنا عملنا قالوا عاوزين مكان، حددوا لهم المكان وعملوا لهم كل حاجه وجابوا الموافقه، بس للاسف لم يتم اي شيء في الموضوع. احنا بنناشد رئيس الوزراء وبنناشد كل اي موظف في الحكومه ان يبص على حكايه البوسطه دي بالذات، لان احنا عندنا واحده اتقلب بها التوك توك توفت يعني اول امبارح، يعني حرام يعني واحده مسنه تنقل من هنا عشان تمشي لها 6 كيلو ولا 7 كيلو وتروح البوسطه دي. عايزين وحده بريد، طلبنا المسؤولين في ملف موجود في موافقة من السيد الوزير والسيد النائب جاب لنا موافقة، وفي الآخر ضحكوا علينا بعد أن وضعنا لهم المكان المحدد، وضعنا لهم المكان المحدد ولا ندري مين اللي هو خربط في هذا الموضوع. نرجو معرفتنا معرفة تامة. قالوا منطقة غربية، قلنا نعم حاضر. قالوا منطقة شرقية، حددنا لهم المكان. وأصبح عندنا نساء ورجال فوق من 1000 بني آدم بيذهبوا إلى وحدة نجع الطربوش في الوحدة المحلية، فلماذا لا خمسة كيلو نمرة 2؟ والله أول يوم في الصرف واحدة ست راحت تقبض وقع بها التوك توك، توفيت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى.